قاشوش حوران شان الخطيب، الحمد لله على سلامتك. اشرح لنا كيف تمت اصابتك واين. بداية انا ترحم على شهدائنا الابرار في سوريا. اخي الكريم، تم اصابتي في بصرة الشام، كنا في مظاهرة نهتف ضد بشار الاسد واسقاط نظام هذا المجرم الخائن، وقامت عصابات بشار الاسد بالهجوم على المظاهرة واطلاق النار المباشر على المتظاهرين. تم اصابة العشرات وتم استشهاد 4 من المتظاهرين، وتم اصابتي بطلق ناري دخل في صدري وخرج من ظهري كما ترون. نعم. لم يتدخل الجيش الحر، وهل تم اسعافكم الى المشفى الميداني؟ اخي الكريم، تم تدخل الجيش الحر الله يحميه على في المظاهرة، وتم الاشتباك بينه وبين عصابة بشار الأسد، ونقلنا إلى المشفى الميداني للعلاج الجرحى، وقاموا بعلاجي وها أنا كما ترى الآن بالمشفى الميداني. الحمد لله على سلامتك، والله يرحم الشهداء. ما هي الكلمة التي توجهها للشعب السوري؟ أوجه كلمة للشعب السوري، أقول كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن يكونوا يدا واحدة ويد الله مع الجماعة ضد بشار الأسد ونظام بشار الأسد، والنصر قريب بأمر الله تعالى، وأن لا يرجعوا ولا يخذلوا دم الشهداء، فنحن ماضون بأمر الله تعالى حتى النصر، ما دام فينا طفلا يرضع لن نتراجع في هذه الثورة، لأن هذه ثورة كرامة وثورة إعلاء كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما هي الكلمة التي توجهها للمجرم بشار الجحش؟ نوجه كلمة لبشار الأسد، نقول: يا بشار الأسد، نحن منتصرون بعمل الله تعالى، ولا ناصرنا إلا الله. لو قصفت، لو دمرت، لو ذبحت، لو قتلت، نحن ماضون حتى تنظيف سوريا من عصاباتك وشبيحتك وشيعتك المجرمة بعمل الله تعالى، ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونقول كلمة لبشار الأسد: لن نركع إلا لله. وكلمة أكيدة مني ومن قاشوش حوران ومن ثوار حوران، نقول: إما أن نحول سوريا إلى جنة، أو نحن نذهب إلى الجنة إن شاء الله.